السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن الموضوع دول يا جماعة، ناس كتيرة سألونا عنه، بس انا بصراحة ما كانش عندي وقت يعني ان انا اسجل معاكم. وطبعا الموضوع ببساطة مكان او الترموستات دوتي، هل درجة حرارته مظبوطة؟ هل هو فعلا بيقرأ القراءة بتاعته مظبوطة؟ طبعا انا كان عندي شك جامد انه طبعا، والناس اللي متابعني عارفه ان كنت انا طبعا دوني اللي هو الحساس الديجيتال او الترمومتر الديجيتال، طبعا كان جايب قرايه اقل من اللي هو موجود دلوقتي. فانا طبعا جبت الترمومتر اللي هو البشري وقعدت اعاير بينهم الثلاثه، فالمهم لقيت روخر جايب قراءه ثالثه. فعشان ما اطولش عليكم، فواحد من الناس المشكورين المتابعين ليا قال لي: يا فكرة اللي انت بتتكلم في ايه؟ الترموستات الديجيتال دو اللي هو الويل 902 الايطالي ده قراءته 10/10، وسيبك من اي قراءات تانية. فانا حبيت بصراحة ان انا يعني احاول ان انا يعني اتحسى الامر، فدخلت على اليوتيوب وشفت مقالات كتيره. بصراحه لقيت الكلام بجد ما ينفعش ان احنا نشكك في الشركه، يعني الشركه اللي يعني بتقوم عليها صناعات كتيره جدا من فقاسات كبيره. او طبعا يا جماعه الترموستات دوتي، عشان الناس تبقى عارفه، الترموستات ده يعني حاجه ضخمه جدا، بيشتغل للفقاسات الكبيرة جدا، وبيشتغل كمان للمبردات الكبيرة، التلاجات الكبيرة جدا. فاستحالة ان دون يقرأ قراءات غلط يا جماعة، فاهمين؟ وواحد برضو والله جزاه الله خير برضو من قريب قال لي: يا فكرة سيبك من القراءة دي خالص بتاعة الترموستات، لذلك انا فصلت وقلت يا خسارة البتوع اللي انا جبت الحجرين جبتهم ب 14 جنيه، بس يلا مش مشكلة. فقال لي: خد القرايه من دوتي وقلبك فيه بطيخه صفر. طيب ايه المشكله هنا؟ احنا الكلام ده طبعا احنا عارفينه قبل كده من الفيديوهات. المشكله هنا يا جماعه الخير، فين بقى نحط الحساس؟ فين وضع الحساس؟ نحطه فين بالظبط علشان تبقى القرايه مظبوطه على البيض؟ لان يا جماعة معلش، انا حطيت الترموستات دوني الحساس بتاعه في كذا مكان، لقيته بيجيب قراءات في اماكن مختلفة، مع ان الفقاسة يا جماعة كلها يعني اصلا الفرن اللي انا عامله دوتي كله 28 لتر. تخيلوا بقى ان 28 لتر في قلب المكان دوتي بدي قراءات، خمس قراءات او ست قراءات في كل كورنر وفي كل زاوية. طيب انهي مكان احنا نقدر نحط فيه الحساس بتاع الترموستات ده عشان يديلنا القراءة المظبوطة اللي احنا ظابطينها بتاعة 37.8 للبيض السمان؟ تمام، لان طبعا انا يعني فوجئت اللي لقيت ان طبعا لكل نوع بيض له درجة حرارة معينة. فالشاهد هنا انا قلت: طيب احنا نعمل ايه بقى؟ انا قعدت افكر مع نفسي كده، فربنا ألهمني. وطبعا انا كنت اصلا عامل فكرة الفقاسة، ونفتح ان شاء الله مع بعض ونشوف النهاردة الفقاسة بتاعتنا من جوه شكلها عامل ازاي، وانا حاطط فين الحساس بالظبط علشان يظبط معايا درجة الحرارة اللي هي 37.8 على البيض بالظبط. فيلا بينا نشوف انا حاطط ايه الحساس مع الفقاسة من جوه. طبعا زي ما انتم شايفين، انا والله يعني حاولت بقدر الامكان ان انا اظبط الرطوبه، اقصى حاجه قدرت ان انا اوفرها رطوبه 40%. بصراحه ال 40 ديتي انا يعني طبعا انا قعدت ادور على اللي هو المبخر بتاع اللي هو زيت الترموستات دوتي اللي هو بتاع الرطوبه، بصراحه مش لاقيه خالص عندنا هنا في دمياط. فالله المستعان بقى. انا قلت طبعا انا عملت كذا مرة فيها، وكنت حاطط نفس الطبق اللي هو تحت دوتي، هي صينية يا جماعة من ياب، صينية بتاعت الحلويات، مليها مية وحاطط فيها سفنجة زي ما انتوا شايفين كده،
تمام. قلت السفنجة دي تعمل كمية تبخير، وهي فعلا كانت عندي وصلت من غير السفنجة دي لأربعين لتلاتين، فهي الحمد لله الوقت وصلت لأربعين، يعني في 10 كمان هوني، فالله المستعان بقى ونشوف الأخبار ايه. طبعا يا جماعة بالنسبة للحساسات، أنا عملت حمامة السلام، قلت أنا أحسن مكان ليا أحطه على ظهر البيت زي ما انتوا شايفين. طبعا الحساس على ايد كل يمين اهوتي، اللي هو الأسود ده يا جماعة، ده الحساس بتاع الترموستات. فقلت هنا يبقى كده وضعه احسن حاجه. ليه بقى؟ لان انا بالنسبه لي لما باجي اقلب البيض، هو طبعا زي ما انتم شايفين ان اللمبات فوق البيض على طول، فان انا ما كنتش حاطط الحساس ده مع البيض، وانا مثلا جيت ان انا اقلب، انا نظام تقليب يا جماعه ان انا برفع البيض ده كده، برفعه لغايه فوق كده تمام. بس انا طبعا بقى بعمل بايدي، هو المفروض ما بيعملش صوت ولا حاجه، بشد دي كده الحته الحديد دي كده وبرفع لفوق. فهو كده زي ما انتم شايفين يعتبر ايه، معوج اهو تمام، معوج اهو. فده نظام التقليب اللي انا بقلبه اليدوي تمام. فانا حاطط الحساس على وش البيض بشرط ان هو في اي فرق في اي مكان، سواء انا خليته لتحت سواء انا خليته لفوق، فالدنيا زي الفل، مفيش اي مشكله، هيديني درجه الحراره المظبوطه اللي هي 37.8 على الوش البيض. انا قافل بقى عشان خاطر ايه الحراره تمام. طبعا شايفين هنا وصلت لكام، 33 طبعا، ده ان انا فاتح ايه الباب. فانا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا حطيت الترموستات على وش البيض علشان خاطر يبقى كده احسن مكان للحساس بالنسبه لايه، لمكان البيض، عشان خاطر يدي درجة الحرارة المظبوطة بتاعتنا تمام. ونتابع مع بعض بقى كده بإذن الله ايه درجة الحرارة وهي طالعة، لغاية لما ايه الترموستات بتاعنا يطفي ونشوف هيطفى على كام. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، ان هي لسه اللمبة منورة، طبعا ما شاء الله اللمبة، طبعا كابن الحساس قريب منها، لان طبعا انا رافع زي ما انت شفت لفوق، فجايب ايه بيقرا القرايه بطريقه ايه ما شاء الله، بيقلب بسرعه. لكن انا لو كنت حطه على الوضع اللي هو الافق زي ما هو، كان اخد فتره كبيره شويه، لكن هو ما شاء الله كده شايفين الساعه كانها بالثانيه بتقلب، كانها ساعه بالظبط بتقلب بسرعه، والله المستعان. طبعا زي ما انت شايفين انا عندي هنا، انا كنت عامل التفقيس بتاعي بادئ ان شاء الله يوم 3/1، والتقليب بعد 3 ايام يبقى 6/1، وان شاء الله رب العالمين نوقف التقليب يوم 15، لان في 3 ايام يا جماعة راحة، ويوم 18/1 باذن رب العالمين يبقى طلوع الايه البيض باذن الله، والله المستعان. طبعا ان شاء الله انا هبدأ احوش بيض، لان باذن الله ناوي ان انا الحم على طول، لان انا بصراحة التفقيسة دي يا جماعة بصراحة مش عاجباني خالص، فانا برضو هعمل تجربة تانية ان انا اخد منهم بيض اللي هو الهجين دوت، ما كانش ان انا ايه هذبحه كله، وان شاء الله هجيب ايه دورة تاني من اللي هي ب 15 يوم، علشان خاطر ان ايه طبعا ما شاء الله 37.8 فصل على طول اهو تمام. فالله المستعان، وربنا ييسر امرنا ولكم يا رب. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وعرفنا الحساس ممكن يعني الوضع الصحيح ان احنا نحطه فين بالظبط. طبعا ده بالنسبة يا جماعة الفقاسة اللي هي المنزلية اللي احنا على قدنا ان احنا عاملينها، لكن طبعا بالنسبة للفقاسات الكبيرة بتبقى محطوطة في اماكن، لان طبعا بيبقوا هما جايبين مراوح كبيرة ويعني مجهزينها بطريقة كويسة جدا، فالحرارة بتبقى مظبوطة تقريبا في كل الغرفة. وين عجبكم يا جماعة الخير الفيديو ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.